بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجزء العاشر والأخير من شروحات مجتمع مايكروسوفت للمعلمين. وصلنا هنا لجزئية الكوميونتي أو المجتمع، وبتنقسم لثلاث أشياء. الجزء الأول اللي هو أوجد معلم. لو أنا حابة أجمع معلم معين على المجتمع فبضغط على الجزئية دي. اتفتحت لي صفحة التواصل مع المعلمين الآخرين، ولاجي في الصفحة دي عندي هنا جزء خاص بالبحث. فلو أنا عايزة أوجد معلم معين بأضغط على البوكس وبكتب اسم المعلم داخله. بعد ما بكتب اسم المعلم بضغط على بحث. ملاحظين ان طلع الاسم اهو، نجلاء فتحي عبد السلام، فأنا هضغط عليها. وصلت للصفحة الخاصة بنجلاء، وأقدر من خلال صفحتها إن أنا أعرف أشياء عنها، أشوف الأتشيفمنتس بتاعتها أو إنجازاتها، وكمان أشوف المحتوى بتاعها اللي نشرته على الصفحة، وأقدر أعرف كمان مين الأشخاص اللي هي متابعاهم. تحت صفحة البروفايل الخاصة بها بضغط على كلمة فولو نجلاء فتحي. بمجرد ما بضغط عليها اتكتب لي ان الفولو ريكويست سنت، يعني قد تم ارسال طلب المتابعة. الرسالة دي طبعا بيوصل رسالة لنجلاء ان انا عايزها اتابعها، وهي بتفتح الصفحة بتاعتها وبتقدر من خلال صفحتها انها تقبل طلب المراسلة بتاعي، او انها تقبل طلب المتابعة بتاعي، او انها ترفضه. طبعا هو في الصفحة الرئيسية بيكون مقترح لي مجموعة من الإديوكيتورز. لو أنا عايزة إن أنا أتابعهم برضو بضغط على الاسم بتاعهم وبوديني للصفحة بتاعتهم. في الجزئية دي التايتل، لو أنا عايزة البحث يكون عن طريق اللقب بتاعهم. وفي الجزئية دي اللي هي الماب، لو انا عايزة اعرض الخريطة. بعد ما ضغطنا على الخريطة اتفتحت لي خريطة عليها كل المعلمين المسجلين على الشبكة بالاماكن المتواجدين فيها. فمثلا هضغط هنا على الاسم ده عشان اشوفه مين. بمجرد ما ضغطت على الاسم اداني ان ده عبد الفتاح زايد، وكتب لي ان هو من المغرب، وكمان مدي يعني التوقيت بتاع المغرب، في فرق ساعة بين ما بينهم. لو انا عايزة اعرف المزيد عن عبد الفتاح فبضغط على مور، فاداني نبذة عنه، واداني كمان عدد البادجات اللي هو حاصل عليه. طبعا الخريطة دي هي مفيدة في ان انا لو عايزة اعمل درس سكايب، فمثلا مع حد في دولة معينة، امريكا، انديا، اي دولة، فعن طريق الخريطة دي بقدر اجمع المعلمين المتواجدين على الإديوكيتور كوميونيتي واشوفهم اذا كانوا متاحين بالنسبة لي ولا لا. الجزء الثاني من الكوميونيتي اللي هو جروبات او مجموعات المناقشة. في الجزئية دي بيقول لي التحق وابدأ بالمناقشة. شايفين هنا موضوعات للمناقشة، وهنا عندي الفلتر باي عامل التصفية، واقدر يعني اختار الموضوع اللي انا عايزة. هو كمان مقسمهم لي جاهزين، يعني في موضوعات خاصة بأصول التدريس، في موضوعات خاصة بالأوفيس، موضوعات خاصة بالأذر مايكروسوفت برودكتس والبرامج والأحداث وغيرها. فمثلا أنا عايزة أعرف شيء عن إزاي أصبح معلم مايكروسوفت المبدع الخبير. بضغط على الديسكشن بشوف إن هي تم إنشائها يوم 2/3/2017، واللي عملتها اللي هي سونجا، و بشوف المحتوى بتاعها. زي ما احنا شايفين هنا المعلمين طبعا معلقين. هنا بشوف المناقشات اللي بين اعضاء المجتمع المشتركين في المناقشة دي. هي
بقرأ المناقشات دي هيا، ولو مثلا أنا حابة أعلق لأي حد منهم فبختاره وبيتم التعليق عليه. يعني هنا بلاقي المعلمة دي كاتبة كيف تجعل التعلم متعة لطلابك، وكاتبة عن الاستراتيجيات التعليمية، ففي حد هنا معلق لها وبيقولها I am interested، وهنا هو انا ممكن برضو ان انا اسيب لها تعليق. بعد ما بسيب لها التعليق بضغط على كلمة submit. طيب لو انا عايزة ابدأ مناقشة خاصة بيا اعمل ايه؟ اجي هنا من اعلى الصفحة وهضغط على add a topic، يعني ضيف موضوع. بتتفتح لي الصفحة دي هيا وبيقول لي انشئ موضوع للمناقشة. هنا مطلوب مني التايتل بتاع الموضوع، فمثلا انا عايزة اختار، هنا بيديني اختيار اللي هي other duration is from من 51 دقيقة لساعة ونص، ممكن باختارها. او لو انا عايزة هنا بعد كده وصف للموضوع ده، هو الموضوع بتاعي اللي انا عايزاه للمناقشة هيكون عن ايه. مثلا هكتب موضوع عن الكريتيكال ثينكينج، فبكتب اسم الموضوع هنا، بعدين بختار اللغة من السهم المنسدل ده، وبختار البلد بتاعتي من السهم المنسدل الثاني، وبعدين هنا كلمة enable conversation او تمكين المناقشة، فبضغط عليها وبعد كده بعمل publish. بعد ما بعمل نشر بتتنشر المناقشة بتاعتي، وبيبدأ او الموضوع بتاعي اللي انا طرحاه للمناقشة، وبيبدأ المعلمين الاخرين يتواصلوا معايا ويتناقشوا على الصفحة اللي انا انشأتها للموضوع ده. اخر شيء اللي هو مشاركة الخبرات. مشاركة الخبرات دي هي بيقول لي ان هي مفيدة لانها بتلهم المعلمين الاخرين، ومديني طرق لمشاركة خبراتي مع الآخرين، منها ان انا اكون معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، منها ان انا اكون مدرب مايكروسوفت، ومنها ان انا اكون جايد سبيكر او المتحدث في برنامج سكايب، او ان انا انشئ درس وارفعه على الكوميونتي عشان يستفيد به غيري، او ان انا اكون مضيف او اروح في او ان انا استضيف virtual field trip او رحلة ميدانية. وطبعا لو ضغطت على كل واحدة فيها نشطها فبيديني المعلومات الكاملة عن الموضوع، وازاي اصبح مثلا معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، ازاي اصبح مدرب مايكروسوفت، وكل جزئية من الجزئيات دي احنا شرحناها بالتفصيل في الفيديوهات السابقة، ممكن حضرتك تطلع عليها. بكده نبقى خلصنا جزء الكوميونتي، وهناخد اخر جزئية في المجتمع وهي السكايب داخل الفصل. هنا مديني اوفر فيو عن سكايب عموما، وكتب لي في الاوفر فيو دي كتب لي هنا ان في 5 طرق لتواصل فصلي مع العالم الخارجي، ومديني ان الطرق دي هي الرحلات الميدانية ودروس سكايب وتعاون سكايب والسكايب الغامض والمتحدث الضيف. مديني طبعا هنا activities، ومديني في الجزئية دي هي مصادر اقدر بالتجول فيهم ان انا اعرف المزيد عن الموضوع ده. الجزئية الثانية من سكايب ان ذا كلاس روم اللي هي تواصل مع الخبراء، وبتواصل مع الخبراء عن طريق الرحلات الميدانية او دروس سكايب او الجيست سبيكرز، ودول احنا شرحناهم بالتفصيل في المرات السابقة. وممكن هنا الجزئية الثالثة اللي هي تواصل مع الفصول، والتواصل مع الفصول بيتم عن طريق المستر سكايب او سكايب الغامض والتعاون في سكايب، وبرضو دول احنا شرحناهم في اجزاء سابقة. اخر شيء عندي هنا المصادر. المصادر بتنقسم لخطط لانشطة ولتقويم لاحداث ومجموعة من الموضوعات. هنشوف خطط الانشطة.
بيقول لي في الجزئية دي هي ان الخطط بتاعت الانشطة دي كتبها لي وجهزها لي معلمين اخرين، وان انا اقدر استعين بيها. مديني هنا خطة جديدة واعمل لي ليها هنا داونلود فور فري، يعني حمل الخطة دي بالمجاني. لو نزلت لتحت شوية هشوف مثلا هنا تعلم عن الحيوانات عبر سكايب، وبلاحظ هنا ادي الاكتيفيتي بلان بتاعت الدرس ده. فلو ضغطت على التحميل هنا بتتحمل لي الخطة على جهازي، وبقدر ان انا استعين بيها. ده درس التاني من دروس سكايب، ودي الخطة بتاعته، وهكذا. يعني كل درس بقى لاجيه قصاده مباشرة الخطة بتاعته، وطبعا ده كله فور فري مجانا. في المصادر بشوف اللي هي التقويم بتاع الأحداث. زي ما احنا شايفين مديني هنا النتيجة أو التقويم بتاع أحداث 2018-2019. أول حدث عندي هيكون في أغسطس وسبتمبر، وهو اسمه باك تو سكول. الحدث الثاني اللي بيكون في أكتوبر اللي هو التنمية المستدامة، والحدث الثالث اللي بيكون في نوفمبر اللي هو السكايب أثون. لو أنا عايزة أعرف المزيد عن أي حدث من الأحداث دي بالتفصيل، وأعرف التاريخ بتاعه بالتفصيل، طبعا بالضغط على أي حدث من الأحداث دي من فيو مور بيوديني لصفحة الحدث، وبيوديني للتفاصيل كلها عنه، وكمان تاريخ الحدث بالتفصيل. آخر شيء في المصادر اللي هو الثيمد كوليكشنز، هنفتحها بيوديني هنا فيها لمجموعة من أنشطة سكايب، وبتقدر ان انت اي نشاط عايز تشوفه تضغط عليه وتتعلم عنه. وطبعا في نهاية الصفحة مديني بعض الاشياء، يعني مثلا هنا تقويم الاحداث بتاعة سكايب، تقدر من هنا ان انت تطلع على التقويم وتشوف الاحداث الهامة الخاصة بسكايب. وهنا ده الكورس الخاص بالسكايب in the classroom، وهنا علشان لو عايز تعرف المزيد من خطط الأنشطة. بكده نكون خلصنا كل الأشياء الخاصة بمجتمع مايكروسوفت للمعلمين. أتمنى تكونوا استفدتوا من العشر أجزاء، وإن أنتوا تحتفظوا بالأجزاء دي هيا في أي يوم حبيتوا تطلعوا على أي جزئية خاصة بمجتمع مايكروسوفت للمعلمين ترجعوا لها. أتمنى تدعوا لنا دعوة حلوة بظهر الغيب. شكرا لحسن استماعكم.